انا عايز دلوقتي اشوف هل في حد عنده اسئله، لان هدخل في كاميرات المراقبه. موضوع مختلف تماما، يعني هنطلع من النار والحريق والكلام ده، هندخل في كاميرات المراقبه. فلو حد عنده اي سؤال قبل ما ادخل، تمام، يقول. وبنبه تاني، اللي انا شرحته امس مهم جدا، لان انا شرحت وحدات ادخال ووحدات اخراج ومش عارف ووحدات معالجه، ورحت قلت انواع المخططات وقلت انواع مش عارف المستندات اللي موجوده، البي او كيو والكلام ده، مش هتقال تاني، هو اتقال في نظام خلاص. اللي عنده سؤال يتفضل. ايوه، المهندس سمعت عبد الكريم. ايوه، انا شايف عبد، خلينا نرفع ايدينا شويه عشان ما ندخلش، بس ايه الاصوات تتقاطع معانا. مهندس عبد الكريم، انا شايف عبد الكريم رفع ايده، اتفضل. باشمهندس، كيف أحدد مساحة مقطع الكابل؟ لا ده مش هل من نفس الشركة ولا له حسابات؟ هنا في اللو كارنت، في اللو كارنت الشركه هي اللي بتدي لك مساحه المقطع. بيقول لك والله انت لو هتوصل مثلا مسافه، مثلا هتزيد مثلا عن 500 متر، استخدم 2.5 مللي. لو مسافات صغيره مثلا 100 متر 200 متر مش عارف ايه، استخدم 1.5 مللي. الشركه هي اللي بتدي لك المقاسات، وزي ما قلت لك في الشرح، معظم المقاسات اللي احنا بنستخدمها يا 1.5 يا 2.5 غالبا يعني. اما ان انت تحدد مساحه مقطع كابل، ده في كورس الباور سيستم ديستريبيوشن، ده قصه ثانيه كبيره خالص. اما في اللو كارنت بيبقى الشركات هي اللي حاطه ايه المساحات بتاعت الكابلات. ممتاز، يعطيك العافية. اسف. المهندس عبد الله، مهندس عبد الله، مهندس عبد الله، دكتور خلاص يا عم عبد الكريم، نزل ايدك. مهندس عبد الله، دكتور الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك، تفضل. دكتور، بالنسبة للمخططات التندر والشوب دروينج والازبلت دروينج، ممتاز. عندك أمثلة لها نقدر نشوفها؟ عندي امثله هنفتح، انا بس مش عايز افتح دلوقتي مخططات وافتح اوتوكاد، هدي لك مخططات هنشوف كده في الاخير، تمام. هنفتح نظام كامل او لو كارنت كامل، هرسل لك كمان، احاول النهارده ارسل لك فيلا فيها كل المخططات، فيها الفاير والكاميرات والمش عارف ايه، بحيث انت لو ايه افتحها على الاوتوكاد وابدا بص فيها. وانا جزء من الكورس هاجي في الاخر هشرح لك تاني، تمام، الانظمه كلهم مع بعض ومخططات بس، تمام. ممتاز. طيب طيب عندي سؤال ثاني، استفسار بسيط يا اتفضل دكتور. اتفضل. بالنسبه للفاير الارم كنترول سيستم، في برامج سيميليشن، يعني اقدر مثلا اسوي مخطط واسوي سيناريو معين اشوف رده فعل السيستم اللي انا مصممه؟ السيناريوهات دي بيبقى كل شركه، بيبقى كل شركه ليها سيستم. يعني انت معظم الناس لما تيجي حتى توزع الديتكتور، ما بيبقاش بيوزع ديتكتور على برنامج، فاهمني، بيوزعها على مخطط. انت بتوزع ديتكتورز على اوتوكاد، تمام، والسيناريو انت اللي بتعملها في البرنامج. يعني انت برضو كويس فكرت من النقطه دي. انا هحط لكم كمان حاجه بيسموها الانستوليشن جايد. ايه الانستوليشن جايد ده؟ ده عباره عن كتيب بيبقى نازل مع النظام، بيوضح لك ازاي بيركب النظام ده وايه افضليه التصميم، فاهمني. يعني في مثلا شركات يقول لك لا والله انا الديتكتور سموك بخليه كل 3 متر، واحد تاني يقول لك كل 7 متر، فاهمني. فبيبقى حسب الشركات. ايوه، اتفضل. يعني انا هو البرنامج زي الباكيت تريسر اللي على السيسكو، ايوه، انا كنت متوقع ان في زي هذا السيموليشن للانظمه الثانيه، اللو كارنت الثانيه. في انظمه اللو كارنت برامج خاصه بالشركات. يعني انا هوري لك برضو حاجه خاصه بهانويل مثلا عاملاها في اخر محاضره ان شاء الله، هوري لك حاجه في السي سي تي في برضو في التصميم، برامج جاهزه خاصه بالشركه، فاهمني. اما هو ممتاز. التقسيم والتوزيع، التقسيم والتوزيع بيتم بناء على الفراغات يا باشمهندس. يعني دلوقتي لما اجي اقول لك عايز احدد مثلا احط كاميرات مراقبه، هحط الاماكن، الاماكن دي مش هتبقى هحطها على برنامج بالظبط، لا ده انا هشوف المكان، والراجل عايز يعمل مثلا كاميرا على الباب الفلاني، عايز يعمل كاميرا في المكان الفلاني في المدخل، عايز يعمل كاميرا على السور، تمام. فانا بحط الحاجات دي على الاوتوكاد مباشره وبعرضها على المالك او الاستشاري واعتمدها منه كاماكن. ممتاز. طيب تمام، حد يسأل حاجة الله تانية؟ يعطيك العافية. الله يبارك فيك. أنا في انتظار الأسئلة، لأن الأسئلة دي مهمة جدا، بتخليني كده أحس الناس كانت معايا، لأن أنا خدت فترة بشرح والناس أنا مش سامع ولا شايف أي حد. حد عايز يسأل حاجة تاني؟ خلاص كده أدخل كده في، اتفضل. أيوه اتفضل. المقاول حدد المصنع للوحة التحكم، لازم الكواشف ده مهندس محمد معانا، صح؟ مهندس محمد، صح؟ محمد معك، أيوه ممتاز، اتفضل. أيوه، إذا حددنا المصنع للوحة التحكم، لازم كل الكواشف يكون نفس المصنع؟
ايوه لازم، ما ينفعش على فكره ان انت تركب مثلا نظام من سيمنز، تمام، كحساسات من سيمنز، وتركب لوحه من هانيوال، لان ده في الاخير اللي بيفهم الحساس وبيحس بيه سوفت وير. السوفت وير ده لازم يبقى كومباتبل، فاهمني؟ السوفت وير لازم. السؤال ده مهم يا شباب، ركزوا معايا، السؤال ده مهم جدا، لان في ناس يقول لك طب انا لو جبت اي، يعني لو حصل ان انا في السيستم ركبته خلاص، وبعد ما ركبت السيستم ده رحت جبت اي حساس من اي شركه واديت له اي بي، هينفع؟ لا، بنسبه كبيره جدا تكاد تكون 100% مش بينفع. لازم اركب الشركه، بيبقى اللوحه بتديبند او بتعتمد على حساسات خاصه بالشركه المصنع. تمام، يعطيك العافية. الله يبارك. اتفضل يا شباب، حد عايز الحاجة؟ مهندس باسل اتفضل. الدكتور لو سمحت، شلون طريقة ربط انذار الحريق بالمصاعد؟ مالها؟ ربط انذار الحريق بالمصاعد بيتم عن طريق الكنترول موديول. الكنترول موديول، الكنترول موديول دي عباره عن دايره موائمه. يعني ايه بالبلدي كده يا شباب؟ تسمع دكتور؟ ايوه سامعك، انا سامعك، انا بجاوب اهو. بيتم عمليه الربط ازاي يا شباب؟ بتتم من خلال الكنترول موديول، اللي هي لوحه التحكم. لوحه التحكم دي او الكنترول موديول او نمط التحكم ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز بيبقى ربط بين نظام انذار الحريق وبين المصعد. انا في المصعد عايز اعمل ايه؟ عايز ادي امر، تمام، ان المصعد لو حصلت حاله حريق مش عايز يقعد في النص. يعني افرض دلوقتي انا بين الدور الثالث والرابع مثلا، وقف الاسانسير في حاله الحريق، هيقف في النص، الناس هتموت. لا، انا هديله امر، اقول له انزل للدور الثالث او اطلع للدور الرابع وافتح الباب. الكلام ده هيتم ازاي؟ المصعد ده واحد بيتكلم لغه، والفاير الارم بتتكلم لغه تانية غيرها خالص، فلازم اجيب مترجم في النص يقدر يوصل اللغتين ببعض بالبلدي كده، من خلال الكنترول موديول. ولذلك انا قلت لك الكنترول موديول دي مهمه جدا 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 في حالات الفاير الارم. ممتاز. طيب ممتاز، حد عايز يسال حاجه تانية؟ عشان انا هدخل كده خلاص في الكاميرات. التارجت بتاعكم يا شباب ان انت النهارده تمسك التكنيكال سبيسيفيكيشن الخاصه بالفاير الارم وتذاكرها كويس.